طيب بالنسبه للاسماء الاكثر تداولا في تويتر من شخصيات عامه او لاعبين كره؟ والله طبعا اللاعبين كره لو هنتكلم مثلا في مصر ففي 2021 طبعا شيكابالا، وفي محمد صلاح طبعا بلا منازع يعني من ضمن الاسامي الكبيره جدا الموجوده. ومين بيجي يعني الاول، شيكابالا ولا محمد صلاح؟ انا شايف محمد صلاح الاول اهو هنا في الخريطه اللي عندي. تمام. لا الـ انا في 2021 في مصر يمكن شيكابالا كان من اكثر الاسامي اللي تم تداولها. اتصور يمكن بعد متابعتنا لمنتخب مصر في كاس الامم الافريقيه والحجم التغريدات اللي شفناها كتير السنه دي 2022، يعني يمكن احنا في كاس الامم الافريقيه احنا بنتكلم في اكثر من 11.3 مليون تغريده حول فعاليات كاس الامم الافريقيه الفتره اللي فاتت، ومن اكثر الوشوم اللي كانت منتشره تيم ايجيبت، هاشتاج تيم ايجيبت، وده من ضمن الوشوم اللي كان بيتفاعل فيها المشجعين في منتخب بيشجعوا ويسابورت منتخب مصر في خلال الدوره اللي فاتت.